للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مراسلتنا من أمام الهيئة الوطنية للانتخابات علا حجازي. علا، يعني آخر التطورات لديك وما الجديد؟ تحية طيبة لك وتحية طيبة لكل مشاهدي تان تي في. نحن نتواجد الآن أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات والتي واصلت فتح أبوابها لليوم التاسع على التوالي أمام الراغبين لتقديم طلبات ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة التي أحدثك فيها لم تستقبل الهيئة أي طلبات ترشح سوى طلب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء به المستشار محمد بهاء أبو شقة وكيلا عنه يوم الأربعاء الماضي. دعني أوضح لك ما يحدث بشأن منظمات المجتمع المدني، إذ وافقت الهيئة العليا للانتخابات بالأمس برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على عدد 16 منظمة مجتمع مدني راغبة في مراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصبح بذلك عدد المنظمات 44 منظمة محلية وأربع منظمات دولية، هذا بالإضافة للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي حقوق الإنسان. أما بشأن التأييدات التي يحصل أو يحررها المواطنون للمرشحين المحتملين فقد تجاوز عددها 1,100,000 تأييد. وبشأن ما تردد حول مد فتح باب الهيئة أمام قبول طلبات ترشح أخرى بعد غد، فقد نفت الهيئة ما تردد في هذا الشأن، موضحة أنه غدا يوم 29 من يناير هو اليوم الأخير من الأيام التي تتلقى فيها الهيئة طلبات ترشح من مواطنين راغبين في خوض الانتخابات الرئاسية، وأنه غدا ستغلق الهيئة أبوابها في تمام الساعة 2 ظهرا، وهذا وفقا لما قد أعلنته الهيئة من قبل. كان هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد سوف نوافيكم بما هو جديد لدينا في الخدمات الإخبارية اللاحقة. عودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. إذن علا حجازي مراسلتنا من أمام الهيئة الوطنية للانتخابات، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.